يعني باعتبار ان الفنان دايما مهموم بالناس وبوطنه وبلده، فهو نفس الشيء ان بيبقى جاي المهرجان وهو عارف ان المهرجان ده هو صورتنا امام العالم، وبيبقى عارف ان المهرجان ده بيبقى الظروف اللي جاي فيها المهرجان هو عاوز منها ايه. يعني كل سنه في السنوات الاخيره كان المهرجان له ملمح معين، ممكن يجي المهرجان فالناس الفنانين تحس انهم بيعاملوه بشكل معين على حسب ما هم عايزين منه ايه. في السنه دي في الظروف اللي جاي فيها المهرجان بيمثل لينا شيء ابعد من انه مهرجان سينما او مهرجان فني. وشوفي حتى باعتبار ان الواحد حاسس الناس قوي، كل المتلقين او كل المشاهدين لما كانوا بيسمعوا كلمه مس اللي هم عايزينه من المهرجان ده كان الناس بتفضل تسقف تصفيق منقطع النظير. يعني لما يشوفوا كلوديا كاردينالي هذه اللي كانت نجمتنا، او هي فتاة كل حد فينا، هي كانت موجودة في المهرجان من السنوات السابقة يعني. بالظبط. فلما نيجي نلاقيها تقول كلمة أنا مبسوطة إني هنا وأنا بحب مصر، فتلاقي الناس مش عايزين يبطلوا التسقيف وبيقدروها، وبالتسقيف متواصل بيقولوا لها في شخصها شكرا. ان احنا شكرا، وان احنا مستعدين نقابل اي نجم عالمي واي ضيف من اكبر حد لاصغر حد. حتى نجمنا الحبيب حسين فهمي لما قال جميلة. الكلمه اللي قالها ان رد الفعل الناس سقفت برضه عادي وبتاع، لكن كان في تسقيف من نوع خاص لما قال هذه الكلمه. الطياره وقعت لكن ممكن مصر لن تقع. مصر لن تقع طبعا. فالناس راحت مسقفه ازاي؟ الفنانين وشعب مصر كله عايز من المهرجان ده، عايز من المهرجان ده انه يبقى رساله للعالم ان مصر هي محبه للسلام، واي محاولات للتشكيك او مؤامرات بتحاك ضدها هتنكسر على صخره حب الشعب المصري للعالم وللانسانيه، وانه بيكذب كل ما كل الادعاءات اللي بتيجي على الناس. فبالتاكيد له ملمح مهم جدا وله دور مهم جدا في التوقيت ده بالذات.